التحكيم النهارده انا مش شايف مين مسؤول. المسؤول النهارده في المغرب بقاله شهر. ودي علامه استفهام. انا مش عاوز اتكلم في حاجات خاصه باتحاد الكوره، ولكن من غير ما اقول النهارده رئيس لجنه الحكام موجود في المغرب شهر، وعندي منافسات كبيره في الدوري الممتاز، وعندي اخطاء تحكيميه موجوده، وعندي حكام اجانب بتيجي وانا مش موجود. من يدير لجنه الحكام؟ مين بينوب عنه هنا كابتن؟ من ينوب عن رئيس لجنه الحكام؟ مين يعين الحكام يا كابتن ايمن؟ مين بيعين الحكام النهارده؟ تعيينات الحكام عليها علامات استفهام بجد. يعني هو علامات استفهام يعني النهارده على علامات التحكيم النهارده كابتن، والتعيينات بالذات لابد النهارده انا تمشي بمعايير. ومين اللي بيعين؟ اللي بيعين مدير اللجنه اللي هو الكابتن احمد ابو العيلة. سؤال، هو انت كابتن احمد بتبعت التعيينات للكابتن عصام في المغرب وهو بيعمل لك كونفيرم عليها وبترجع انت تقول اوكي؟ كابتن لجنه التعيينات دي تبقى لجنه كامله من اعضاء اللجنه كابتن بلال، يعني ايه؟ يبقى بلال واسامه عرابي وايمن وانا وهكذا. نقف نعين الحكام، نشوف الحكم المناسب في المناسبه. ولكن النهارده اللي بيحصل التعيينات فيها عدم المعايير الصحيحه، يعني بيقولوا ايه؟ من فضلك الحكم اللي عنده مشكله مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك او مع اي نادي ما ينفعش انت تجيبه لي كل مره ويلغي لي مره ركله جزاء وما يدخلش مره في ركله جزاء. النهارده في ظلم واضح جدا جدا ضد النادي الاهلي. لولا لاعبي النهارده النادي الاهلي واصرارهم في هذه المباراه، انا بتكلم بامانه ومش مجامله، مظبوط، كان ممكن النهارده المباراه تروح للتعادل او تروح لهدف لصالح الجون.